استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وفدا برلمانيا بريطانيا برئاسة السير ألين دونكن، وذلك بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، وأسعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام. وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بزيارة الوفد البرلماني البريطاني إلى المملكة للمشاركة في فعاليات القمة الأمنية حوار المنامة 2019، وبحضور قادة وشخصيات مؤثرة في السياسات العالمية تمثل منصة مهمة لتلاقي الرؤى والأفكار حول القضايا والتحديات الأمنية، منوها معاليه إلى أهمية ما يتم طرحه من قضايا وموضوعات تتعلق بمواجهة التحديات الأمنية والعمل على تعزيز الأمن الإقليمي. وأطلع معالي الوزير الوفد البرلماني البريطاني على جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتأمين السلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، كما تم بحث مجالات التعاون الأمني وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية ومدير المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.